صباح الفل على كل مشاهدي برنامج صباح الورد. النهارده هنتكلم عن تحدي بيواجه معظم الامهات وهو تظبيط نوم الاطفال بالذات في الشهور الاولى من عمر الطفل. وبنسمع شكوى مستمره من الامهات زي مثلا الطفل بيصحيني طول الليل وبينام طول النهار او العكس صحيح، او ان الطفل مثلا بينام كتير جدا زياده عن اللزوم ومش عارفه اعمل ايه. فاحنا النهارده هنقول لكم ازاي تظبطوا نوم طفلكم. النهارده الاستاذه هدير موسى، استشاري نوم الاطفال واخصائي علم النفس. صباح الورد عليك يا هدير. صباح الخير، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. في البدايه كده كلمينا عن اهميه النوم بالنسبه للاطفال. اوكي، النوم من اهم الحاجات بالنسبه للاطفال لان هي جزء اساسي من اللي بيخليهم يكبروا وينموا بطريقه صحيحه، فهو زيه زي الاكل وزي مثلا كل انواع الرعايه اللي هي مهمه ان النوم ياخدها. هو السبب ان الاطفال بتعرف تكبر بطريقه صحيحه او بتعرف تتعلم بطريقه صحيحه وبتعرف تتحكم في مشاعرها بطريقه صحيحه، كل ده بيحصل بسبب النوم، هو اللي بيخلينا نعمل كده. فهو جزء أساسي من أي حاجة الطفل محتاجها لنموه وعشان يكبر بطريقة صحيحة. طيب إيه الأسباب اللي بتؤدي لمشاكل في نوم الأطفال؟ من أكتر الأسباب إن إحنا بيبقى فيه مشاكل في النوم للأطفال هو إن إحنا ما بنبقاش مدركين قد إيه هم محتاجين النوم ده، او بنبقى مثلا سايبينهم صحيين لفترات طويله، فبالتالي بيبقوا في ستيت كده اسمها اوفر تايرد. لما بيبقوا في الحاله دي بيبتدوا يقاوموا النوم، فبنبتدي نحس ان الام بتشتكي ان انا ابني ما بينامش خالص او على طول بيقاوم او ما بيحبش النوم. فهو بيبقى السبب الاساسي ان احنا اللي مش مدركين ايه يعني ايه الاحتياجات النوم بتاعتهم، فبالتالي مش عارفين ننيمهم في الاوقات الصح بتاعتهم، فبيحصل المشكله دي. طيب والطفل الرضيع المفروض ينام كام ساعة؟ ولو أقل من كده أو أكتر من كده المفروض الأم تقلق؟ الطفل الرضيع عامة بيبقى ممكن 17-18 ساعة في اليوم، ساعات بيبقى أكتر من كده بس هو ده المتوسط يعني بتاعنا. طبعا ما بتبقاش فترة واحدة، بتبقى فترات متقطعة بالذات في أول شهرين من حياة الطفل، ممكن ما ينامش أكتر من ساعة ولا ساعتين على بعض، دي حاجة طبيعية، بس في المجمل بتبقى حوالي 18 أو 17 ساعة. طبعا اقل من كده بنفهم ان هو في الغالب انا مش بنيمه في الاوقات الصحيحه او ان انا سايباه فترات طويله صاحي، فبالتالي هو مش بياخد كفايته من النوم. الاكتر من كده عاده ما بيبقاش مشكله، وممكن نشوفها بالذات في البيبيز اللي بيبقوا مولودين قبل ميعادهم اللي هم اللي بنسميهم بريماتشور. ده بنلاقي ان هم بيناموا فترات زياده بس بعد شويه بيبتدوا يبقوا زي الاطفال اللي نايمين يعني المولودين في اوقاتهم العاديه. طيب في طبعا هي شكوى مستمره من كل الامهات ان الطفل ما بينامهمش طول الليل، فطبعا دي بتكون مشكله والام بتتعب جدا وبتسهر طول الليل وده بيأثر بالسلب على الام. تمام، فازاي ممكن تحل المشكله دي الام مع طفلها؟ تاني نفس المشكله ان هو الطفل اللي في الغالب ما بينامش كويس بالليل او بيصحى كتير بالليل هو بيبقى في الغالب اوفر تايرد، فده معناه انه في حاجه في جدول اليوم مش مظبوطه. الجدول اللي هي ماشيه بيه النابس اللي هو بياخدها او القيلوله اللي هو بياخدها في وسط النوم مش في مواعيدها المظبوطه او مش كفايه، فبالتالي هو ممكن يبقى اوفر تايرد بالليل. ممكن يبقى فكره ان هو بينام متاخر اصلا بالليل، فده برضو بيسبب المشكله دي. ومشكله ثانيه بتبقى ان هو ما بيعرفش ينام نفسه، فهو معتمد على الام او معتمد على حاجه خارجيه، ممكن تبقى الرضاعه او البيبرونه او الهز او حتى ساعتها التتسينه، معتمدين على الحاجات دي علشان يعرفوا يناموا. فبالتالي لما بيعدوا في فقرات النوم بتاعتهم اللي هي حاجه كلنا بنعدي بيها، هم ما بيعرفوش يرجعوا تاني في النوم بسبب ان هم ما عندهمش القدره ان هم يناموا نفسهم. فدي الاكبر مشكله. ازاي نقدر نحلها؟ طبعا اهم حاجه ان احنا نتاكد ان احنا الجدول بتاعنا ماشي او متناسب مع عمر ابني او بنتي، وان احنا بقى نبتدي نعلمهم من سن صغير ان هم ما يبقوش معتمدين علينا او على الحاجات الخارجيه دي في النوم، علشان ده هيسهل علينا قوي بعد كده. طيب ايه العلامات اللي اول لما الام تشوفها تقول لا الطفل عايز ينام؟ هو بيختلف على حسب العمر، بس معظم الاوقات طبعا اول حاجه بيبتدوا يعملوها ان هم يبتدوا يتوبوا، ده بنلاقيها في كل الاعمار. حاجه تانية بنلاقيها ان هم يبتدوا يدعكوا في عينيهم،
او يبتدوا يشدوا في ودانهم، او ساعات حتى بالذات البيبيهات الرضع بيبتدوا ممكن يشدوا في وشهم، او يبتدي يبقى يعني مش بيعيط، يعني هو ما توصليش الطفل لدرجه ان هو يعيط فتقولي هو عايز ينام، لا، من قبل ما يعيط مجرد ما يبتدي تحسي ان هو ابتدى يزهق زي ما بيقولوا، او ابتدى يبقى قرفان، ساعتها ده معناه ان هو ده الوقت المناسب ان انا نايمه. لو انا وصلت لمرحله ان هو بيعيط يبقى انا اتاخرت قوي كده وانا وصلت للاوفر تايرد ستيت. فكل طفل طبعا مختلف، بس هي دي اكتر الاشارات اللي الاطفال بيدوها، فانت محتاجه ان انت تبقي مركزه قوي مع ابنك علشان تعرفي ايه بالظبط طريقته هو اللي هو بيقولك فيها ان هو محتاج ينام. طيب ايه النصايح اللي ممكن تديها للامهات عشان يقدروا ينيموا اطفالهم؟ يعني هل في مثلا روتين معين ممكن يتبعوه او عادات معينه؟ طبعا الروتينز من اهم حاجه ممكن الام تعملها، بس هي لوحدها مش كافيه. فالروتينز دي ممكن تبقى عامله ازاي؟ اللي هي مثلا قبل النوم بناخد اخر نص ساعه في اليوم بنهدى، بناخد الدوش بتاعنا، وممكن نقرا كتاب، ممكن نغني اغنيه، بنعمل اي حاجه بنفس التسلسل كل يوم، بحيث انه المخ الطفل يبقى فاهم انه النوم جاي. دي من الحاجات اللي بتسهل جدا علشان يدخلوا زي ما بنقول في مود النوم. ومش بس بقى بتتعمل بالليل، ممكن تتعمل برضو في نص اليوم وقت القيلولة بتاعتنا، يبقى فيه 15 دقيقة كده بنعمل فيهم الموضوع ده. تاني حاجة النوم بدري، فكرة ان انتي تسهري الولد علشان مش عايزاه يصحى بدري الصبح مش بتنفع، بتيجي بالعكس بتجيب نتيجة عكسية. فنوم بدري بالذات بعد ال4 شهور مهم جدا جدا علشان الطفل يعني يعرف ينام كويس. وما تحاوليش فكرة ان انا برضو هخليه صاحي طول اليوم علشان ينام كويس بالليل، برضو مش موجودة. فلازم نهتم جدا بالقيلولة بتاعته وان هو ياخدها في المعيد الصح علشان النوم يبتدي يظبط. وطبعا اخر حاجة فكرة ان احنا نبتدي نعلمه ان هو ما يبقاش معتمد علينا او معتمد على حاجة خارجية علشان ينام، فده هيسهل عليها جامد قوي بعد كده. طيب انا عايز ارجع لحاجة انت قلتيها مهمة جدا، ازاي الطفل يقدر ينيم نفسه؟ هي دي قدرة سكيل الطفل بيتعلمها زيها زي اي حاجة تانية هو بيتعلمها. يعني هو مثلا هو مش بيتولد يعرف يعملها، زي ما مش بيتولد يعرف ان هو يزحف او ان هو بيمشي، او كل الحاجات دي هي قدرات هما بيتعلموها مع الوقت لما احنا بنديهم مساحة ان هما يتعلموها. فهي دي نفس الحاجة، احنا بنديهم المساحة في سريرهم ان هما يبتدوا يتعلموا الحاجات دي. وطبعا كل ما بنبتدي بدري كل ما الموضوع بيبقى اسهل بعد كده. فهي في الاخر هي قدرة صغيرة، مجرد ان انا ادي الطفل المساحة والوقت ان هو يتعلمها، وابقى متأكدة ان انا بعملها في الوقت الصح في المعيد اللي هو فعلا هو تعبان فيها وجاهز للنوم، مش اللي هو يبقى اوفر تايرد فيها، الموضوع بيجي بسهولة جدا. طيب ايه الاوضاع الصحيحة لنوم الطفل؟ الطفل قبل سنة لازم يبقى مهم جدا ان هو يبقى نايم في مكان امن ومكان استمرار هو يعني هو الكونسيستنت، مش عارفه يعني يبقى في مكان استمراريه ان هو ينام في المكان ده. المكان ده لازم يبقى سرير البيبي لوحده تماما، ويبقى ما فيهوش اي حاجه خالص غير المرتبه والملايه اللي هي بتبقى بالاستك بتاعتها، ويبقى لوحده تماما. فيعني معناها ايه؟ انه في اوضاع مش امنه للطفل. زي ايه؟ زي ان هو ينام على كنبه، او ان هو ينام في وسط السرير مع الاهل. مش صح ان هو يبقى نايم مثلا وفي اللي هما البامبرز اللي بتتحط في السرير، ولا مخده ولا بطانيه. كل الحاجات دي مش حاجات امنه ان الطفل ينام فيها، وبتزود احتماليه ان يحصل بعد الشر اي حوادث اثناء النوم وممكن يسبب لضرر في الطفل. فاهم حاجه ان هو يبقى لوحده وفي سريره، وطبعا على ظهره مش على بطنه او على جنبه. طيب ايه اهميه الناب او القيلوله بالنسبه للاطفال؟ والمفروض يكون في يعني عددها قد ايه؟ وعلى حسب سنهم طبعا يعني. فممكن تقول لنا الناب دي من اهم حاجه لو انا عايزه الطفل ينام كويس. يعني لو انا عايزه ابني ينام كويس بالليل فانا لازم برضو اخليه ينام كويس طول اليوم. هي الاطفال طبيعه جسمها ان هي ما بيقدروش يقعدوا فترات طويله صاحيين زينا. يعني احنا ممكن نستحمل 12 وساعات 15 ساعه صاحيين، لكن الاطفال طبعا على حسب سنهم ما بيقدروش يتحملوا او عدد الساعات الكتيره دي. فكل ما يبقوا اكبر كل ما هيتحملوا اكتر. فطبعا الطفل الرضيع ده ممكن ما يقدرش يتحمل اكتر من ساعه صاحي، فبالتالي هو ممكن تلاقي ان هو كل ساعه انت بتحتاجي ان انت تديله قيلوله.
كل ما يكبروا كل ما بيبتدي العدد الساعات اللي هم بيقدروا يتحملوها بتكتر. فهي الناب او القيلوله دي بتخليني ابقى متاكده ان هم طول اليوم هم مرتاحين علشان يعرفوا يناموا كويس بالليل، لان هي زي يعني في مقوله قديمه كده بتقول النوم بيجيب نوم، ودي حقيقه بالذات للاطفال. كل ما يناموا احسن الصبح كل ما هيناموا احسن بالليل، وكل ما هيناموا احسن بالليل كل ما هيناموا احسن في النابس. فهي كلها دايرة كده، واحنا لازم نتأكد انه كله تمام. بالنسبة بقى لكل سن محتاج قد ايه، طبعا اول 4 شهور بيبقى صعب قوي ان احنا نحكم النابس او القيلولة. فهي زي ما بقولك مجرد ان احنا نتأكد ان هما ما يعطوش اكتر من ساعة او ساعة ونص صحيين في الفترة دي ممكن يبقى كفاية. فممكن يوصلوا ان هما بياخدوا 7-8 نابس او 7-8 قيلولات يعني في اليوم، مش مشكلة خالص. بعد ال4 شهور بنبتدي نشوف ان هما ممكن يبقوا يحتاجوا بين 3-4 في اليوم كله. اول 2 دايما بيبقوا اهم 2 والمفروض ان هما يبقوا اطول 2، وال2 اللي بعدها اللي هو التالتة والرابعة دول بيبقوا عادة بيبقوا صغيرين او نص ساعة. بعد كده بعد ال6 اشهر في بيبيز بيحتاجوا 2 بس، وفي ممكن يحتاجوا 3. فبين ال6 و9 اشهر دي في منهم بيحتاجوا 2 و3، بعد ال9 اشهر بيحتاجوا 2 لحد سن 15 شهر على الاقل. لانه في برضو اعتقاد خاطئ ان احنا اول ما هيتموا السنه فهم محتاجين قيلوله واحده بس، وده مش حقيقي. هم بيحتاجوا الاثنين لحد سن 15 شهر. بعد كده بقى بين سن ال 15 وال يعني سنه وثلاث اشهر سنه ونص اللي بيبتدوا يبقوا قيلوله واحده، ودي بتفضل معاهم تاني مش بس للسنتين، لا بعد كده في بيبيز ممكن او يعني في اطفال ممكن يحتاجوها لحد ما يبقوا 4 سنين و5 سنين، وفي اطفال حتى 6 سنين بس. طيب. العادي ان هو يبقوا 3-4 سنين قبل ما يحتاجوش قيلوله خالص. طيب هدير، المدارس دلوقتي على الابواب، فتنصحي الامهات بايه عشان طبعا يرجعوا بقى الروتين المدارس وصحيان بدري والكلام ده كله، فايه النصايح اللي تديها عشان تظبطي يوم الطفل تاني من جديد؟ اول حاجه اسهل طريقه ان احنا نظبط النوم ان احنا نبتدي ان احنا نحكم الوقت اللي احنا بنصحى فيه. فنبتدي نصحى في الصبح في نفس الميعاد اللي احنا هنضطر نصحى فيه وقت المدرسه. فلو احنا وقت المدرسه هنصحى الساعه 6 هنضطر نيجي على نفسنا في اخر اسبوع او اسبوعين الاجازه ونصحى في نفس الميعاد ده علشان يبتدوا يظبطوا. فبالتالي لما هنعمل كده كام يوم هنلاقي ان النوم بالليل برضو ابتدى يبدر. هنمشي بنفس الروتين، يعني مثلا مواعيد الاكل تبقى نفس مواعيد الاكل في المدرسه، وهنمشي بالنظام ده لحد ما نظبط الموضوع. والاحسن ان احنا نعمله اسبوع او اسبوعين قبل دخول المدارس. طيب انت ليكي تجربه طبعا شخصيه مع التوأم، انت عندك توأم ما شاء الله، فقولي لنا بقى تجربتك. طبعا اللي عنده طفل واحد غير اللي عنده توأم، فانت ازاي قدرتي ان انت تظبطي نومهم، او يعني بيفرق ولا ما بيفرقش؟ هو يعني انا بالنسبه لي يمكن اهم حاجه كانت بالنسبه لي ان انا ما كانش عندي الرفاهيه ان انا ما اظبطش النوم. يعني ممكن اللي عندها طفل واحد ممكن تعرف تتاقلم بفكره انه خلاص هو بيصحى كل 2 ساعة فتمام، بس انا كانت المشكله عندي ان هم مش ماشيين في نفس الجدول، فبالتالي كل واحد بيصحى في وقت وانا لوحدي، فكان الموضوع فانا ما كانش قدامي اصلا اي اختيار غير ان انا اضبط النوم واخليهم على نفس الجدول. فهي يمكن ده اكبر تحدي لاي واحده عندها توأم، واكتر حاجه هتريح عليها ان هم يصحوا مع بعض ويناموا مع بعض وياكلوا مع بعض ويبقى نفسين ماشيين بنفس الجدول، علشان هي ساعتها هتعرف انها على الاقل يبقى في بروجرام كده لليوم هي ماشيه عليه، وبالتالي هيبقى عندها بقى هتعرف تظبط يومها، هتعرف هي محتاجه تطبخ امتى وتعمل ايه امتى. فده كان اهم حاجه عندي يعني. طب ممكن تعرفينا عليهم سريعا كده؟ اكيد. ريتا ومارك، تعال 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 مارك تعال يا جنون. بس لا لا لا، ازيك يا مارك؟ قول هاي. هلو، ازيك؟ طب مش هتقولي انت اكبر ولا ريتا اكبر؟ مين اكبر؟ قولي بسرعه كده قبل ما تيجي. انت كبير؟ انت اكبر؟ طب ما تقولي كده، قولي انا الكبير. نعم. عايزه. طيب طيب، حاضر حاضر. بصي بصي طنط شروق، طب مارك شروق بيقول ان هو تتكلم. اكبر منك. انت كبيره ولا مارك الكبير؟ انت كبيره ولا صغيره؟ ماما طيب حاضر. بس طب بصي كلمي طنط شروق. انتوا بتحسوا ان انتوا شبه بعض؟ هيا مارك، انت زي ماركو؟ لا لا، ما بتحسيش؟ انت احلى صح؟ مش انت بنوته؟ صح؟
لابسه دريس جميل كده ودلوعه خالص. طب مارك انت ايه رايك في الكلام ده؟ انت بتحس ان انت شبهها ولا لا؟ طب اعزم طيب اي حاجه. طيب انت يعني فيش انتي تنشرق واحد انتي تنشرق بس كده اقولها اتفضل اتفضل. طيب دايما في التوأم في واحد طيب وواحد شرير، مين الطيب ومين الشرير بقى؟ مامي ما تقوليش. مش هقول حاجه. ها مين الطيب؟ نعم مين؟ هي عايزه بسكوت. عايزه بسكوت. مين الطيب؟ انت الطيب يا مارك؟ انت طيب؟ لا انت الشرير. انت شرير؟ انت بتزعل على نفسه بقى. طيب اخر سؤال، قولوا لي بقى مين يعني بتعملوا ايه قبل ما تدخلوا تناموا؟ يعني بتعمل ايه كده يا مارك قبل ما تدخل تنام؟ تحب تعمل ايه؟ تفرجي على تنشروق. بتعملي ايه قبل ما ننام؟ احنا بنعمل ايه قبل ما بننام؟ بتعملوا ايه؟ باد تايم ستوري؟ ماما بتقرا لكم قصه مثلا ولا بتعملوا ايه؟ نقرا قصه؟ تسمعوا موسيقى؟ بتعملوا لا. ايه؟ لا مش حاجه؟ بس اي كلمه. طيب مفيش. طيب ميرسي قوي قوي، نورتينا. ميرسي جدا. مستنوني السبت الجاي ان شاء الله.